بعد مرور 6 جولات من عمر مسابقة الدوري، تواصلت ظاهرة تغيير المدربين لسوء النتائج تارة ولخلافات مع الإدارة تارة أخرى، كما حدث مع أنور سلامة المدير الفني لطلائع الجيش. سلامة الذي قاد الطلائع لنتائج جيدة كان الضحية الثامنة في قائمة طويلة من المدربين الذين ابتعدوا أو أبعدوا خلال 57 مباراة فقط، وبمعدل مدرب كل 7 مباريات. الظاهرة غير الغريبة على الأندية المصرية بدأت بعد الجولة 4 عندما أبعد حسام حسن عن قيادة الزمالك عقب تعادل الفريق مع الداخلية، ولحق به المخضرم مختار مختار بعد أن تكبد بتروجيت الخسارة 3 على التوالي أمام الإسماعيلي بهدف لهدفين. النتائج الرائعة التي حققها حمادة صدقي مع سموحة خلال الموسم الماضي لم تشفع له عند إدارة النادي التي أطاحت به عقب خسارة أبناء الحي الراقي أمام طلائع الجيش في الجولة 4 أيضا، وتعاقدت مع الفرنسي دينيس لافاني الذي حقق نتائج جيدة مع الاتحاد في الموسم الماضي. بدوره فقد الثنائي خالد عيد وأحمد عاشور منصبيهما على رأس الجهاز الفني للصاعدين الأسيوطي ودمنهور لمصلحة المدرب الألماني ستيفن جيرار والوطني محمد عمر بعد تراجع نتائج الناديين وعجزهما عن تحقيق أي فوز. وعاد أحمد حمودة لمنصب المدرب العام لوادي دجلة رغم النتائج المقبولة التي حققها بعد أن سارع ماجد سامي في التعاقد مع حمد صدقي. صدقي لم يعد المدرب الوحيد الذي يقود فريقين هذا الموسم، بل قلده حسام حسن وجهازه بالكامل عندما تعاقد مع الاتحاد السكندري لخلافة طلعت يوسف الذي تقدم باستقالته بعد أن فرط الفريق في 8 نقاط في آخر 3 جولات. تغيير هذا العدد من المدربين قبل مرور 15% فقط من منافسات الموسم الجاري يعتبر أمرا كارثيا مقارنة ببعض الأندية الأوروبية التي أبقت على أجهزتها الفنية لفترات بلغت 27 عاما، كما هو حال مانشستر يونايتد مع المدرب التاريخي أليكس فيرغسون أو مواطنه أرسنال الذي عين الفرنسي أرسين فينجر على رأس الجهاز الفني منذ عام 96 وحتى وقتنا هذا، ولكنه في الوقت ذاته يعتبر عنوان للاستقرار والصبر إذا ما قورنا بنادي الهلال السوداني الذي غير 7 مدربين هذا الموسم فقط.